تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف على إثر نشاط ميداني من إحباط عملية تهريب نوعية أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المهلوسات قدرت ب 837 ألف كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميلي جرام تم ضبطها على إثر التفتيش الدقيق لجرار طريقي بمقطورة مموهة ومخفية بإحكام وسط شحنة من الرمال في محاولة لتضليل أعوان الجمارك والإفلات من الرقابة الجمركية وكذلك تم حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب.